بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل كلام الله برفع يكتفي. صحيح. أفعال هذا الباب أكثرها يليد تاما مكتفيا بمرفوعه. لو قال فعل ناقص هو فعل تام. الفعل الناقص هو الذي لا يتم معناه إلا بالمنصوب، والتام هو الذي يتم معناه بالمرفوع ولا يفتقر إلى منصوب في الغالب. قد يكون المنصوب لا بد من تمام كلامه، نحو من ضربت تقول ضربت سيدا، لا يصلح تقول ضربت. المنصوب هنا لا يصلح الكلام لأنه جاء جوابا أو جاء بعد حصر وسوف يأتي هذا في تعدد الفعل والإسلامية وفي غيره من الأبواب. قال وذو تمام ما قرأ من يكتب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنويته إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة حضر أو وجد. كان هنا تامة اكتفت بمرفوعها. قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، أي تدخلون في الصباح أو في المساء. وتقول في العرب: ظل اليوم، أي دام ظله. تامة ليس لها خبر. وبات زيد، ويقولون كان الغني اليتيم، أي كفله. كان هنا تامة اليتيم علم به والعلي فضل. يختلف نعم. تجد أحيانا الكلمة الواحدة بعض العرب جعلها تامة وبعض جعلها ناقصة. عندك في القرآن الكريم: إن الله لا يظلم من قال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها. قرأت ورش قرأ صبي: وإن تكو حسنة يضاعفها، أي توجد حسنة. يا بني إنها إن تكو من قال حبة من خردل، تامة كتابة مرفوعها. لكن من قال إن تكو من قال حبة قدر في كان ضميرا هو اسمها، وإن قال جعلها منصوبة. إن الله من قال الله وإن تكو حسنة قدر في تكو ضميرا وحسنة نصب على الأخرى. واضح؟ التفريق بين التامة والمعنى المعنى يختلف. وإن كان ذو عسرة معنى إذا حضر ذو عسرة. كان المحسن اليتيمة معنى كفله، تأتي كمتانا كفله. وذو تمام ما قرر أن يكتفي. وما سوى التام ناقص. قال بعضهم أن سمي ناقصا لأن معناه لا يتم إلا بالمنصوب، لا يتم بالمرفوع. وقال بعضهم سمي ناقصا لنقص دلالته، فإنه لا يدل إلا على الزمن، لا يدل على الحدث. تقول كان زيد عالما، لا تقول كان زيد عالما كونا. ونصر تقول ضرب زيد عمرا ضربه، قال يدل على الزمن إلا على الحدث. ماذا نقصه؟ والراجح الأول أن النقص أن معناه لا يتم إلا بالمنصوب. واضح؟ أنا أقول إيه؟ وما سواه ناقص. فتي ليس زال هذه الثلاثة لا تبالغ النقص، لا تأتي تامة أبدا. لا تقول ليس زيد وتسكت، ولا يزال زيد محبا لك، لا تكتفي زال وانفك كذلك. والنقص فتي ليس زال، ليس زال النقص في فتي وليس زال. نعم دائما قلت العامل هو الفعل الناسخ، جره مرفوع ومنصوب، وأحيانا يأتي بعده معمول الخبر. مثلا تقول كان زيد قارئا كتابك، كان العامل وزيد اسمها وقارئا خبرها، وكتابك معمول الخبر لأن قارئا بمثابة يقرأ، كما أن يقرأ وتنصب الروح كذلك قارئ. لا تقول في هذا التركيب كان كتابك زيد قارئا، لا تأتي بمعمول الخبر وتتعامل بجانب الأداة بجانب الناسخ. قالوا لأن معمول المعمول ليس معمولا للعامل فهو أجنبي، معمول قارئا ليس معمولا لكان. واضح؟ فإن وجد في كلام العربي ما ظاهره أن معمول الخبر جاء بجانب العامل إن ضمير الشأن وجعل اسما لكان وجعل بقية التركيب في محل نصب خبرا لكان. واضح؟ مثال ذلك قول الفرزدق رحمه الله تعالى: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان ايام عطيه عود خبر، وايام معموله وجاء المعمول بجانب كان، فنقدر النصب بما كان هو اي الشأن عطيه عود ايام او ايام عطيه عود. الاخر يقول: وليس كل النواة تلقي المساكين، على ان اصل الترتيب وليس المساكين تلقي كل النواة، فقد جاء معمول الخبر وهو تلقي، والمعمول كل النواة جاء بجانب الأداة وليس كل نواة المساكن. نقد يقول الشأن وليس هو الشأن والحال أن المساكن تلقي كل النواة. واضح؟
أنا أقول له ولا ومضمر الشان اسمين وهي وقع مهم. قال مضمر الشان، مضمر الشان ضمير الشان ضمير حالف خالف القياس أن خمسة يعود خمسة أنه يعود على متأخر، وأن مفسرة وجملة يذكر جانبها، وأنه يلازم الإفراد على التركيب بنية قصة أو الشأن، والتركيب قصة أو الحالة أو الحالة، وتركيب الشأن، وأنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو نواسخه، وأنه لا يتبع لا يتبع لا يطاف عليه ولا يؤكد، خالف القياس بخمسة أوجه. أضل الشأن والله أنا أقول ومضمر الشأن اسمان إنوهم وقع مهم وما استبان أنهم تعتبر. أحيانا لا بد من نية شيء. قال الشاعر إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثل بالذي كنت أصنعه. كان الناس لابد أن تقول كان هو. الناس قسمان، الناس مبتدا وقسمان خبره والجملة نصب خبر ضمير الشأن الذي حدثته. أحسنت الله تعالى نسيتها المهم جدا. ولا العامل أمامه الخبر لا يرى فلا ترى حرف جر أو ظرف الحرف ظرف الجر المجرور إذا كان معمولا للخبر لا حرج في تقديمهما. فتقول كان في الدار زيد جالسا، كان خلف الدار عمرو واقفا، لا حرج في هذا. قال ابن أصول رحمه الله العرب لا تعد الظرف والجر والمجرور شيء. وقال بعضهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرها. يقدمونها ويؤخرونها. تقول إن زيدا عالم، وتقول إن زيدا في الدار، وتقول إن في الدار زيدا، ولا تقول إن عالم زيدا. لما كان الخبر ورد أو جاء ومزور قدمته على اسمه إن، ولا يسوغ ذلك في غيره.